ورجعنا لكم تاني وفقرة ثروت. طول عمرك كنت راس حربة، عشان كده فقرتنا دي هتكون فرود مايك. ماشي، يلا بينا. يلا بينا. طيب هسألك سؤال. اتفضل. دلوقتي انت كنت ليك جول جميل قوي قدام الاسماعيلي سنة 2002 و 2003 كان بضربة مزدوجة، تفتكر كان مين رفع لك الأوفر؟ اللي كان فاكر طبعا اللي رفع الأوفر محمد عمارة، وده يمكن حطيته في التشكيل الأمثل بالنسبة لي في اللعبة. عمارة كان مميز جدا جدا في الكروسز بتاعته، عمل اوفر، طلع حسام غالي لعب بالهيد جت في القايم، وبعدين طبت قدامي وكان ظهري للجون، فلمستها بكيك لورا كده. وكان الماتش ده من الماتشات اللي بحبها جدا، لان كسبنا الاسماعيلي في اسماعيليه وكان ماتش صعب جدا يعني. كان ماتش قوي صح؟ طبعا. بس فذكرياته حلوه قوي يعني. طيب نجم سابق في الاهلي كان بطل في فيلم رجل فقد عقله، فاكره؟ طبعا نجم سابق. طبعا. طبعا كابتن اكرامي. طبعا. مين؟ كابتن اكرامي. اكرامي صح؟ طبعا. طيب السؤال اللي بعديه، نجم شركة عادل امام